السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار غير سارة النهاردة كانت من وكالة أنباء نوفوستي الروسية لما أعلنت أن مسؤول في مطار موسكو الدولي قال أن وصلته رسالة من وزارة الطيران الروسية بتؤكد حظر رحلات شركة مصر للطيران لروسيا بداية من بكرة. وزير الطيران المصري طيار حسام كمال قال السلطات الروسية ما بلغتش مصر رسميا بالكلام ده، لكن طلبت من الجانب المصري ترجمة روسية لأدلة العمل لدراستها، وده تم فعلا وتم تسليمه امبارح مع السفارة المصرية في موسكو. قال ان في اتصالات رفيعة المستوى بتتم حاليا لاستجلاء الموقف بطريقة رسمية. موقع سي ان ان عربي قال انه حاول يتاكد من الموضوع فحاولوا يلاقوا حجز رحله مباشره بين القاهره وموسكو عبر موقع مصر للطيران ومواقع تانية لحجز الرحلات، لكن ما لقوش اي رحله مباشره. ده برضو كلام غريب، لان من المفترض ان طيران ايروفلوت ما كانش هيعلق رحلاته. ايروفلوت هو الطيران الروسي، ما كانش هيعلق رحلاته قبل بدايه شهر ديسمبر. يعني الواقع بيقول مش بس مصر للطيران اللي قامت موسكو بإلغاء رحلاتها من القاهرة، ولكن أيضا إيروفلوت علقت رحلاتها إلى القاهرة ومن القاهرة. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران شريف فتحي قال روسيا وقفت رحلات مصر للطيران لروسيا رغم أنها طلبت تقرير مترجم باللغة الروسي عن البرنامج الأمني لمصر للطيران، وقال انه تم ترجمته وارساله ليهم في وقت قياسي اللي هو 24 ساعة. شريف فتحي قال الجانب الروسي رد على الشركة ان هم محتاجين وقت عشان يدرسوا التقرير ده، الوقت ده ممكن يوصل ل40 يوم، وانه هيتم وقف الرحلات لموسكو حاليا بدون توضيح اي تفاصيل. وقال القرار غير مبرر وغير مسبوق وغير احترافي، ومنتظرين الاتصالات بين الطرفين ممكن توصل ليه. الحقيقة الموقف الروسي مش مبرر لا على وكالة نوفوستي اللي اعلنت الخبر ده ولا عند اي حد. خبر لما نزل خبر من سطر واحد وما فيهوش اي مبررات، خبر مش مفهوم وما بيحصلش غير الدول اللي بينهم مشاكل كبيرة وما فيش اتجاه لانها تتحل. ايقاف رحلات مصر للطيران لروسيا ولا ايقاف الرحلات الجوية من مصر لروسيا على اي شركة، الخبر ما قالش وما اداش تفاصيل، لكن ممكن يكون السبب في اللي بيحصل ده هو موافقة مصر ان يكون في محققين امريكان يشاركوا في التحقيق في موضوع الطيارة الروسية، وممكن يكون اسباب تانية. هنحاول نعرف وهنحاول نستوضح اسباب القرار الروسي، وهل نعرف يعني ليه الجانب الروسي قرر ان يكون اكثر ملكية من الملك، بان هو كان هناك قرارات واتهامات واقوال خرجت من بريطانيا، ثم كما سمعنا او كما فهمنا اضطرت روسيا انها تحذو حذو بريطانيا ثم بعض البلدان الاوروبية الاخرى نظرا لضغوط داخلية داخل روسيا على الرئيس بوتين. ولكن ان الموضوع يعلى بهذا الشكل ويوصل لهذا الامر فده معناه يعني غريب، مستغربين قوي ان يبقى الاتجاه الروسي عامل كده. اوكرانيا من ناحية تانية وكانها كانت بترد على الروس، يعني قالت على لسان مساعدة مفتش ادارة الطيران الاوكراني ما لقيناش في مصر اي تهديدات وما فيش كلام اطلاقا عن حظر الطيران مع مصر، ورئيس وزراء اوكرانيا كلف السلطات المسؤولة بالنظر في سلامة الطيران لمصر وتعليق الرحلات الجوية إذا اكتشفوا تهديدات. ده للجنة راحت مطار شرم الشيخ تعمله فلقوا كل حاجة تمام. إذن روسيا اللي علاقتنا بيها أقوى من علاقتنا بتركيا قامت بهذا الأمر، وأسف أوكرانيا، وأوكرانيا اللي علاقتنا بيها طيبة ولكن ليس بنفس قوة العلاقات مع روسيا تتعامل بهذا الشكل اللي هو فيه نوع من أنواع الاحترافية. لكن واضح ان يعني الموضوع وراه حاجة تانية، يعني في اكيد اسباب تانية تؤدي بالجانب الروسي ان هو يتخذ مثل هذه القرارات. مفيش حد عايز يقول لنا ايه وليه. زملائنا بيتكلموا مع محللين من روسيا
بيتقفل في وشهم السكة أو الناس بأدب بترفض التعليق. السياسيين مش قادرين إن هم يفسروا لنا الكلام ده، لا الدبلوماسيين اللي موجودين جوه مصر ولا بره مصر. حتى قبل ما أكون على الهوى كان في اتصال مع الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، ووعد إن هو يكون موجود معايا تليفونيا في خلال الحلقة، وبنحاول نتصل بيه في اللحظة دي، لكن يعني حتى هذه اللحظة ما وصلناش لمعالي وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال. لكن هنتكلم، خلينا نتكلم مع الطيار شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. أهلا كابتن شريف. ألو، السيد شريف فتحي رئيس الشركة القابضة مصر للطيران. ألو، أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ أهلا أستاذ سامة. كنت عايز أسأل حضرتك، يعني أنا قرأنا بعض التصريحات اللي حضرتك قلتها على CNN بالعربي وما تم إرساله إلى الجانب الروسي وما إلى ذلك، هل في جديد جد في الأمور؟ هل قدرنا نستبين لماذا اتخذ الروس هذا القرار العنيف؟ لا الحقيقة أستاذ أسامة، إحنا مش عارفين لحد دلوقتي إيه الأسباب، ويعني الأفضل إن إحنا طبعا ننتظر الإجراءات الرسمية اللي بتقوم بيها الوزارة وبيقوم بيها الدولة في هذا الموضوع، لأن الموضوع غريب شوية. طيب عايز أسأل حضرتك في يعني حاجة كده، إن الجانب المصري هو اللي شال من على سيستم أماديوس من الساعة 11 بالليل، سيستم أماديوس لمشاهدينا هو سيستم الحجز الرسمي، من 11 بالليل امبارح رفعنا رحلات الطيران بين مصر وموسكو، ايه السبب ان احنا عملنا ده؟ هو الحقيقه انا ما عنديش فكره شركه الخطوط الجويه عملت ايه بالظبط من الناحيه الفنيه، انما طبعا هو ده من امبارح، من قبل ما يعني يطلع الخبر موجود، يعني هل احنا كان عندنا خبر عرفناه قبل ما نوفوستي قالت الكلام ده؟ لا هو الحقيقه كان في تلميحات، خليني احاول اقول التسلسل الاحداث. اتفضل. معلش انا اسف في ايكو شويه في الصوت. انا سامع حضرتك كويس ومتهيألي مشاهدينا سامعين حضرتك كويس، اتفضل. التسلسل ان احنا يوم الاربعاء انطلب مننا ترجمه ادله عمل هي موجوده بالفعل لدى الجانب الروسي باللغه الانجليزيه، واللغه الانجليزيه دي هي لغه الطيران. فاذا ادله العمل اللي احنا كنا بنترجمها للغه الروسيه دي ادله مش جديده، دي موجوده اوريدي عند الجانب الروسي ويتم تحديثها وفقا لستاندرد معين. فلما طلبوا الحقيقه ان احنا نترجمها ترجمناها وسلمناها يوم الخميس، وفوجئنا بان في كلام عن التعليق. فالاجراء الصحيح في الوقت ده ان احنا نحاول ما ناخدش حجوزات زياده على الرحلات بتاعتنا علشان ما نضطرش بعد كده ان احنا نسبب للركاب مشاكل اذا حدث وتم الغاء للرحلات. يعني دي معلومه جديده حضرتك، يعني احنا كان عندنا علم تقريبا من امبارح اللي هو الخميس ان في هناك اتجاه لتعليق رحلات مصر للطيران المتجهه الى موسكو. لا الحقيقه ما كانش علم مؤكد باتجاه، علم باتجاه يعني. لا الحقيقه هو اجراء استباقي من عندنا احنا. تمام يا فندم، تمام. يعني هل حضرتك في اي اتصالات بتحصل مع الجانب الروسي في هذه اللحظه من جانب حضرتك؟ من جانبي انا لا، بس الحقيقه من جانب سلطه الطيران المدني، وزي ما قلت لحضرتك وكابتن الوزير كان قال ان احنا لم يتم اختارنا بشكل رسمي الى سلطه الطيران المدني المصري. نعم. بتعليق الرحلات او باي اجراء من الجانب الروسي، فاحنا في انتظار الموقف الرسمي عشان نشوف ايه الموضوع. بشكر حضرتك السيد شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وبرحب بمعالي وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال. أهلا معالي الوزير. أهلا يا فندم، مساء الخير. أهلا، مساء الخير معالي الوزير. يعني كنا بنتكلم مع السيد شريف فتحي وكان بيقول لي، لأني كنت بسأله عن موضوع أننا بدأنا من 11 بالليل يوم الخميس نوقف أي حجوزات بتتم على سيستم الأماديوس بتاعنا، ايه المعلومات اللي كانت متوفرة عندنا اللي خلتنا نتخذ هذا الإجراء؟ ده أول حقيقة الـ 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 يعني المعلومات جات لنا امبارح ان هم عايزين يوقفوا الرحلات لمصر الطيران لموسكو نتيجة ان برنامج السلامة بتاعنا المقدم هناك مقدم باللغة الإنجليزية. اي شركة طيران بتشتغل على اي دولة او لأي جهة لابد انها بتقدم من ضمن الأوراق اللي بتقدمها برنامج السلامة بتاعها اللي بتقوم بيه
على اساس ان هو ده تامين للطائرات والركاب اللي مسافرين. بس عاده بيقدم بالانجليزيه. هذا البرنامج فنن بيتقدم باللغه الانجليزيه في جميع دول العالم، يعني برضو لو بصينا على البرنامج اللي هم مقدمينه عندنا هم برضو مقدمينه باللغه الانجليزيه. هم طلبوا ترجمته للغه الروسيه. الحقيقه سات سفير امبارح المصري في موسكو مشكورا جاب تيم وقدروا ان هم يترجموا هذا الموضوع الى اللغه الروسيه، وتم تقديمه. بعد ما تم تقديمه قالوا احنا محتاجين فتره من الوقت ان احنا نراجعه. اللي جاري حاليا ان احنا في مفاوضات معاهم ان البرنامج عندكم تقدروا تراجعوه براحتكم، انما ده مش معناه ان احنا نوقف الرحلات. وبعد البرنامج ما بيتراجع ولو لقيتوا فيه عندكم ملاحظات او اي حاجه بنقعد نشوفها ايه هي اللي مطلوب وبنتفق وبيتعمل. حقيقي واخد بال سيادتك، جاري حاليا مفاوضات في هذا الموضوع، وان شاء الله يعني انا اعتقد ان على بكره باذن الله هيكون في جلسه مفاوضات مع الجانب الروسي عشان نصل لحل في هذا الموضوع ويتحل الموضوع بسرعه ان شاء الله. طيب واضح يا فندم ان هناك حاله من التفاؤل داخل سلطه الطيران المدني المصري، لان تم تعليق رحله واحده اللي هي رحلات بكره، رحله بكره فقط، ولم يتم تعليق باقي الرحلات، وتم اعاده جدوله رحلات المسافرين على مصر للطيران من القاهره لموسكو وبالعكس. ان شاء الله احنا عندنا حركه الرحلات بتاعتنا 3 رحلات في الاسبوع في مصر طيران ايام السبت والثلاث والخميس. طبعا بكره الوقت خلاص اصبح ضيق جدا، فكان لابد من الغاء الرحله عشان الركاب مش معقول انهم يجوا المطار وما يلاقوش رحله ويتم توزيعهم على شركات اخرى. من هنا اليوم الثلاث اعتقد ان شاء الله الموضوع باذن الله يتم. اللي هي الرحله القادمه احنا بنطلع اظن سبت بتطلع 3 مرات في الاسبوع، سبت وثلاث وخميس. طب تسمح لي حضرتك معلش هنتهز فرصة وجود حضرتك برضو وبعض التصريحات اللي حضرتك قلتها عن موضوع الصندوق الأسود اللي تم تسفير التسجيل ولكن ليس النسخة الأصلية من شريط التسجيل على الصندوق الأسود إلى إحدى البلدان. لا هو الصندوق الأسود فنم في بعض الأجزاء محتاجة بعض التحليلات اللي بتبقى موجودة في او باجهزه محدده، هذه الاجهزه مش موجوده غير في الدول المصنعه للطيران. صح، اللي هم اخر 7 ثواني حضرتك قلت ان هم سافروا اللي هم الفتره اللي هي قبل الحادثه على طول. نعم، احنا محتاجين ان احنا نبعت هذا الـ7 ثواني دول لاحدى هذه الدول لتحليل الصوت بتاعهم. لسه بنشوف ايه الدول اللي احنا نبعت لها. بعتنا لكذا دوله عشان يردوا علينا، الكلام ده كان في 48 ساعه تقريبا، لسه ما جالناش الردود بتاعته. بمجرد ما يجي لنا الرد هنبعته بره علشان يتم تحليل الـ7 ثواني الاخرانيين عشان نسمع يعني كان في صوت خبطه محدده، عايزين نعرف نفصل الصوت ده بتاع ايه، لان طبعا حضرتك عارف تحقيقات الحوادث دي يعني بتبقى حساسه جدا طبعا، وحاجه بسيطه زي دي ممكن قد تؤدي لمعرفه السبب الحقيقي للحادث. طب علي الوزير، يعني احنا شفنا كده بعض يعني استباق للاحداث من الدول، انا مش هدخل حضرتك في السياسه خالص يعني، ولكن بعض استباق للاحداث من بعض الدول، بدات ببريطانيا ثم كانت الولايات المتحده ورا منها، فهل من المصلحه اننا نبعت الى بلد تكون شاركت في تصنيع الطائره غير الولايات المتحده الامريكيه على وجه الخصوص، وخاصه انه واضح ان هذا الموضوع تسبب في قلق للجانب الروسي؟ يعني احنا عندنا 7 دول في العالم يا فندم منتجين للطائرات، في بعض الدول عندنا امريكا، عندنا اوروبا، عندنا كندا، عندنا البرازيل، عندنا روسيا، عندنا الصين. ففي بعض الدول يعني ان شاء الله يعني كلام حضرتك طبعا سليم جدا و100%، وبالتالي احنا بنشوف الدول اللي هنبعت لها ان شاء الله. انا مش عايز يعني اخش في تفاصيل قوي، احنا لسه ما قررناش حتى مين الدوله اللي هتاخد هذا مفهوم يا فندم. طب معلش تصريح اخر حضرتك قلت ان احنا ما نستبقش طبعا التحقيقات، وحضرتك قلت ان كل الاحتمالات قائمه سواء عطل فني او عمل تخريبي او وجود شيء في الشنط الركاب اتحط بحسن نيه زي اسطوانات الاكسجين، لان الاشياء المضغوطه زي اسطوانه الاكسجين ممكن تتاثر بفرق الضغط فتنفجر. صح يعني انا هقول نصين يا فندم في الموضوع ده. طبعا انا باكد مره اخرى احنا الاجراءات الامنيه في المطارات عندنا اجراءات ممتازه لا تقل عن اي مطار في العالم، انما ما فيش شك ان ممكن جدا قد يكون في اي يعني فجوه حصلت في وقت ما بدون قصد. ده كلام وارد، انا ما اقدرش اقول ان هو غير وارد، احنا ما احناش ملائكه، احنا بني ادمين طبعا، انما ما عنديش حاجه في ايدي بتقول ان هذا الكلام حدث. دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا بعتنا لدول العالم كلها يا جماعه لو انتوا حد عندكم شايف ان في عنده معلومه عن هذه الحادث سواء بقى عن طريق قمر صناعي سواء عن طريق لا، ما اسرائيل اعلنت امبارح يا فندم ان هي اللي امدت بريطانيا والولايات المتحده بالمعلومه عن ان في قنبله، والمتحدث باسم الحكومه الاسرائيليه وقال احنا اللي طلعنا الكلام
واحنا اللي وصلناه لامريكا وبريطانيا والدول الاخرى، وقال انا مش هتكلم في تفاصيل اكتر من كده. خاطبنا الجانب الاسرائيلي؟ لا، احنا لم نخاطب الجانب الاسرائيلي، انما احنا خاطبنا كل الجهات اللي في العالم. احنا بنقول يا جماعه اللي عنده معلومه يتفضل يديها لنا. لجنه التحقيق بتاعت هذا الحادث لجنه مصريه طبقا للقوانين الدوليه، وبناء عليه ان اي معلومه مفروض ان حد عايز يديها بيديها للدوله صاحبه التحقيق. نعم، واحنا اعلنا هذا الكلام وقلنا اللي عنده معلومه مهما كان هو مين يتفضل يديها لنا، لان المعلومات دي هتساعد لجنه التحقيق في الوصول لنتيجه الحادث. نعم، حتى هذه اللحظه ما فيش اي دوله ابدت الاستعداد انها تدينا اي معلومه في اي موضوع. ده انا بقوله، ده كلام انا واثق منه ومسؤول عنه. وفي نفس الوقت احنا بنستكمل اجراءاتنا بحيث ان منظومه الامن داخل مطاراتنا تكون متكامله، واعتقد كان في فريق للتفتيش من منظمه الطيران المدني العالميه الايكاو في مصر موجود. مظبوط يا فندم، وخلص تفتيشات امبارح واجتزنا الاختبار الحمد لله، او اجتزنا التفتيشات. زائد ان في نفس الوقت انا بؤكد ان كل الناس اللي جم في الفتره اللي فاتت بعد الحادث سواء من دول اوروبيه او غير اوروبيه يحبوا يراجعوا الاجراءات اللي احنا بنقوم بيها، وده حقهم قانونا. لم يبدوا اي ملاحظات على التفتيشات اللي شافوها، بالعكس هم خدوا بعضهم ومشي، ومعظمهم مشي، واحنا اللي بنقوم بالتامين لطائراتهم عادي جدا. ما فيش اي اجراء غير الروتيني كان بيتم، غير اجراء واحد، وهذا الاجراء طبقا للقانون الدولي او طبقا للبرنامج الوطني لسلامه الطيران. ان حضرتك بتيجي في التفتيشات العشوائيه على الركاب بتفتش من نسبه من 15 الى 20%. هم في بعض الناس طلبوا انها تبقى 100%، قلنا لهم حاضر وبنعملها 100%، طبعا ده فوق الاجراءات المطلوب. انما يحق لكل دوله ان هي تطلب اجراءات زياده، احنا بننفذها. الاجراءات اللي 100% دي اللي هي كشف على وجود مفرقعات في حقائب ولا ايه؟ التفتيش الذاتي للركاب. الذاتي للركاب يعني يعني الكل بيفتش ذاتيا حاليا في مطارات مصر. بيقول النسبه تكون من 15 ل 20%. نعم، ودلوقتي احنا بنعملها 100%. اي واحد دلوقتي بنعملها للدول اللي طلبت بنسبه 100%. اللي هي مين الدول يا فندم؟ يعني عندنا روسيا طلبت، انجلترا طلبت، احنا بيني وبين حضرتك ابتدينا بقى نشتغل فيها، ان كل الوقت بنعملها في الفتره دي على نسبه ال 100%. عشان بس نعدي المرحله دي طبعا ان شاء الله. انما اي دوله بتطلب اجراءات زياده بننفذها لها، انما غير كده احنا ماشيين على القوانين الدوليه، واللي شايف ان احنا عندنا دي فوق حاجه يجي يقول. احنا ما بنتكسفش ان احنا يكون عندنا عيب ونصلحه، بس حد يقول لنا عليه. نتمنى ان شاء الله ان ازمه مصر للطيران مع ازمه ايروفلوت مع روسيا، لان عندنا مثالي لسه 69 الف روسي موجودين في الغردقه وشرم الشيخ، صحيح معظمهم بطيران عارض، ولكن يعني اكيد هم مش عايزين يسيبوا مواطنيهم اللي مستمرين في اجازاتهم في شرم والغردقه. مظبوط يا فندم، وان شاء الله انا يعني متفائل خير باذن الله. الازمه دي ازمه وهتعدي ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر معالي وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال، شكرا لحضرتك يا فندم. يعني عايز اقول لا حول ولا قوه الا بالله. البلاد كان ما كانت البلاد تضغط علينا هذا الضغط الشديد، انه يقول لك النظام التفتيش 15 20% تفتش لي على 100% من اللي مسافرين. بيحاول يحقق معامل امان بالنسبه لنفسه، بنحاول هنا اننا نثبت حسن النيه. طبعا ده ضغط زياده على العاملين في امن المطار، وضغط اكتر على الركاب. يعني حضرتك لو مسافر اي بلد من البلاد دي هتقف في مطار القاهره وتتفتش تفتيش ذاتي، يقلعك الجزمة ويقلعك الحزام ويقلعك الايه اللي هو بيتعمل مع كل الناس في المطارات اللي برة. لكن مش بس كده، لا ده ممكن النهاردة تبقى يوصل لي زي ما بيقول كده، احيانا بيشتبه في واحد او حتى عشوائيا يجي لواحد ويقول له لا تفضل معايا عشان خاطر هنعمل لك التفتيش ده، فتلاقي نفسك لمجرد ان انت كده بمحترم قررت ان انت عايز تروح عند الجماعة الامريكان ولا عند الجماعة الانجليز ولا عند غيرهم، ولا روسيا، عندك شغل، عندك دورة تدريبية، عندك اي حاجة بتعملها، فتلاقي نفسك من مطار القاهرة. يعني اللي حقيقة انا بشهد فيه ان المعاملة دايما بتبقى معاملة في منتهى الذوق مقارنة بمعظم مطارات العالم اللي انا زرتها. على الاقل ما بنلاقيش الوجوه المكفهره اللي بنقابلها في المطارات بره، ويبقى بيكلمك وبيتعامل معاك مش كانك مسافر، بيتعامل معاك على اساس انت راجل متهم، وانت رايح تركب الطياره فانت متهم،
ولو فكرت ان انت تديله ابتسامه زياده فيعاملك معامله المجرم المتهرب المتحرش المسجون اللي خارج من السجن ولازم يرجع السجن تاني بكره الصبح عشان خاطر تجرأ وجه بلاد اسياده وركب طياره عندهم او ركب طياره من عندهم. الازمه مش صغيره ومش قليله وبتستغل استغلال سيء جدا من جانب جهات كتيره جدا. الجهات دي كانت دول او الجهات دي كانت اي حاجة تانية بيحاولوا من خلالها ان هم يضغطوا علينا عشان خاطر يوصلوا للي هم عايزين يوصلوا له. ومن جوه بقى عندنا الشلة اياها. الشلة واخدة الموضوع وطلع بيه لعنان السبع. مش واخدة الموضوع ده بس. واخدة الموضوع ده. واخدة الموضوع بتاع اسكندرية والبحيرة. واخدة موضوعات بتاعت الازمة الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها. وما تقوليش اصل دول مش مصريين واصل دول ما عندهمش واللي يطلع النهاردة يبقى شمتان. لا لا هم مصريين وهم من ولاد البلد دي لكن هم عندهم اغراض اخرى وهم شايفين ان هم يطرقوا على الحديد وهو ساخن دلوقتي يقوموا يحددوا هم عايزين يوصلوا لايه ويلموا الناس حواليهم من غير ما حضرتك تاخد بالك. عمالين كده يتجمعوا على خفيف على خفيف على خفيف ما بين مواقع التواصل الاجتماعي وغيره وينتشروا وينشروا فكر معين. خلينا اتكلم بصراحة بقى شوية اكتر. خلينا اقول لكم الناس اللي عمالة بتشتغل وبتنشر فكرة 25 يناير اللي جاي و25 يناير هيحصل فيه وهيحصل فيه والصحف الاجنبية اللي عمالة بتتكلم من ساعة اما خرج احمد موسى ووائل الابراشي اتكلموا عن بعد لقاء ليهم مع احدى الجهات السيادية عن ان الرئيس كان قد تعرض لمحاولة اغتيال فبيكلموا على ان المحاولات مستمرة وكثيرة ودي موجودة في الصحف الاجنبية يعني ممكن اقولها لكم صحيفة صحيفة مقالة مقالة في اللي قال هذا الكلام ولكن بيستغلوا ده عشان خاطر يحطوا حالة كده قدام الناس ان في ايه ده فيهم 25 هوجة كبيرة هتحصل في مصر هتقلب النظام المصري وهتخلي الدنيا عاملة ازاي وهتبقى اكتر من يوم 25 يناير فيطلع لك عاصم عبد الماجد ويقول للثوريين الاخوان اللي مش عارف ايه انتوا لازم تعملوا بس بشكل موجه وبشكل عامل ايه فيطلع عمر عفيفي في امريكا يبقى طالع برضو بيسخن عشان خاطر هو المفروض ان هو عليم ببواطن الامور فتلاقي كل الوجوه رجعت تاني للساحة فيحصل لك ايه تبتدي تقول يا ده يا دقي إيه؟ ده شكل الموضوع بجد خليني اقول لك ان الموضوع لا بجد ولا شكله بجد ولا ليه صلة باي حاجة مجموعة من الناس اللي بتحاول انها ترسم حالة لنفسها لعل وعسى بيساعدها مين مجموعة من الناس اللي حاطين رجل جوه ورجل برة يقول لك يا عم حدش عارف بكرة فيه ايه لو بكرة القيامة قامت والدنيا دقت وقامت مش عارف ايه والدولة اتغيرت ومسكوها بدل ما مسكوها المرة اللي فاتت الاخوان مسكوها الاخوات خليني يا عم اطلع اقول اصلا انا كنت معارض ده انا قعدت اقول ده انا قعدت ازعق ده انا اللي ورا ان الفلان ده اتشال ده انا اللي ورا ان الوزير ده اتعمل له ده رئيس الوزراء كذا ده انا هاجمت السيسي نفسه ازاي يا جماعة الناس دي بتعمل ده عشان خاطر تبقى رقصة على السلم وترقص على السلم والباب موارب زي ما انا قلت عايزين يخلوا الباب مفتوح لهم ينفذوا كده او ينفذوا كده كل واحد حر في نفسه يعمل اللي هو عايزه يفكر زي ما هو عايز يعمل ما بداله لكن في الاخر خالص في ناس كتير جدا ملايين المصريين شايفين ان الاتجاه ده اتجاه ضار جدا بالبلد نقف ضد الاتجاه ده ازاي مش بالدراع ولا بالعافية مش خناقة مش هنقلب بلدنا لحرب أهلية أنا قعدت في الكرسي ده على الترابيزة دي قبل 30/6 وقلتها لمحمد مرسي هو أنت عايز تحول بلدك لسوريا لما كان بيتكلم على المواجهات تحصل بين الناس وبعضها فبالتأكيد مش هاجي بعد منها بسنتين ونص تقريبا وأقول إحنا لازم نعمل ده بس لازم يبقى عندنا نوع من انواع العقل والتعقل ونشوف الدنيا ماشيه في انهي اتجاه والناس اللي قاعده في اماكن
ومواقع في الحكومة تحط في عينيها حصوة ملح. الدنيا مش سهلة ومش بسيطة، ومحتاجين اننا نحل مشاكل الناس على افضل وجه. ممكن تاخد وقتك عشان تحلها، بس الحاجة اللي بتاخد سنة تحلها في شهر، والحاجة اللي المفروض انها يتعمل فيها جهد ساعات تعملها في دقايق، جهد الساعات تحطه في دقايق، لان الناس مش مستحملة ولا طايقة. واحنا كناس محتاجين اننا نتحمل شوية ونشوف. عجبني جدا الاتجاه اللي موجود عند منظمات مجتمع مدني من اللي بحق وحقيقي، ومن ناس ما هماش في منظماتهم شلل صغيرة من الأصدقاء بينهم وبين بعض، اللي قرروا يلموا قرش على قرش وينزلوا ياخدوا بعضهم ويروحوا قرى البحيرة عشان خاطر يسقفوا البيوت اللي وقعت أو يساعدوا ده. حتى لو الدولة طلعت وعملت وبنت وسوت، ده الوقت اللي فيه المصريين يقفوا مع بعض عشان خاطر البلد تتحرك لقدام. لبنان أعلنت الحداد على مقتل 43 شخص أو حسب اليورو نيوز 44 في تفجيرين انتحاريين امبارح في هجوم وصفته الأمم المتحدة بأنه خسيس. الهجوم حصل في منطقة زحمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل جماعة حزب الله. صحيفة لوريان لوجور وصفت الهجوم بعبارة واحدة في عنوان الصفحة الأولى، هي غير مقبول. وصحيفة الديار نشرت صور مروعة لجثث الانتحاريين، واحدة منهم لرأس منفصل متغطي بالدم. وصحيفة الأخبار المولية لحزب الله قالت لا مجال للتقهقر بعد تعهد حزب الله بمواصلة القتال ضد الإرهابيين، وحذرت من حرب طويلة الأمد مع أعدائها. سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون رجع لشغله الأصلي اللي بيقبض عليه إن هو يعبر عن قلقه، فعبر عن قلقه تاني وأدان الهجوم، وطالب الأمن اللبناني ومؤسسات الدولة بعدم السماح للعمل الخسيس ده بتدمير الهدوء النسبي اللي ساد البلد السنة اللي فاتت. ديفيد كاميرون قال الغارة الأمريكية اللي استهدفت الجهادي جون دفاع عن النفس. انتوا عارفين طبعا موضوع الجهادي جون اللي كان بيدبح الرهائن الغربيين. فديفيد كاميرون بعد ما اشيع ان هو غالبا اتقتل طلع قال ان الغارة دي اتعملت دفاع عن النفس، وانا عايز اساله نفس مين؟ وليه الامريكان بيدافعوا عن نفس كاميرون الانجليزي ضد ارهابي انجليزي، ومش كاميرون هو اللي بيدافع عنه، او ما دافعش من الاصل عن نفسه ضد هذا الإرهابي من قبل ما يتحرك من بلده؟ مش عارف. كاميرون قال للصحفيين قلنا كتير ومن زمان إننا هنعمل اللازم لتقفي أثر محمد أموازي اللي هو جون ومنعه من قتل الناس. طب كاميرون قال من زمان إنه قال كتير وهيعمل اللازم، بس اللي عمل اللازم أمريكا مش بريطانيا. مصدر أمني أمريكي قال إن سلاح الجو الأمريكاني نفذ ضربة استهدفت الجهادي محمد أموازي المعروف بالجهادي جون. هو مش جهادي، هو إرهابي، لكن هم يحبوا يسموه جهادي ومسمينه الجهادي جون من ساعة ما ظهر ملثم وهو بيذبح الرهائن الغربيين في تسجيلات مصورة السنة دي والسنة اللي فاتت في الرئة، بناء على معلومات استخباراتية هو اتضرب في الرئة. عايز اعرف يا ترى المعلومات الاستخباراتيه اللي جات لهم عن الارهابي جون دي برضو جات لهم من اسرائيل؟ يعني في ناس ما شافتش الحلقه امبارح ومش فاكره وما سمعتش على موضوع ان احنا قلنا ان المعلومات اللي بريطانيا خرجت وقالت انها موجوده عندها وبناء عليها قامت باجلاء البريطانيين او تسفير البريطانيين من مصر كانت اساسا قايمه على معلومات جات لها من اسرائيل، وده اللي قاله امبارح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أو باسم الحكومة الإسرائيلية. جون كيري وزير الخارجية الأمريكاني قال الضربة بتظهر أن أيام تنظيم داعش بقت معدودة. يا جون، وأنا الحقيقة اسم جون ده بقى النهاردة طالع لي في المقدر جديد وطالع لي في البخت. الإرهابي جون وجون كيري وجون كاسن وكده، مش فاضل لي غير جون وين عشان يبقى عندي فول آس. مسؤول أمريكاني عسكري قال لمحطة فوكس امبارح بالليل قتلناه بنسبة 99%، يعني بنسبة 99% قتلوه، مش قتلوه 99% وفضل 1%. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال قيادي بريطاني في داعش اتقتل مع 3 متطرفين أجانب في ضربة جوية.
أموازي، محمد أموازي ده بريطاني، اتولد سنة 88 في الكويت باسم محمد جاسم عبد الكريم الظفيري لعيلة من البدون اللي هم بدون جنسية، أصلها عراقي، ودرس معلوماتية وإدارة أعمال من 2006 في جامعة ويست مينستر، واشتغل في لندن اللي هاجر لها سنة 93، وانضم في 2013 لداعش، وظهر لأول مرة السنة اللي فاتت في الفيديو بتاع ذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي. يوري يوشاكوف، بالمناسبة يعني أن النهاردة قريت مقال عجبني قوي للأديب مكاوي سعيد في المصري اليوم، كان بيتكلم عن مقال بعنوان خراب مالطا، بس عجبني حتى هو بيتكلم فيها بيفكرنا أن بريطانيا ضربت اسكندرية بالمدافع واحتلت مصر وقعدت محتلاها 70 سنة، من سنة 1882 احتلتنا لمدة 70 سنة، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مواطن مصري ومواطن من مالطا يعني عنده جنسية بريطانية اتخانقوا، فالمواطن المالطي هو اللي تعدى بالسلاح على المواطن المصري، فدخلت بريطانيا وقالت لك لا انا لا اسمح، وضربت اسكندرية بالمدافع واحتلتنا 70 سنة عشان المالطي باشا. يوري يوشاكوف مسؤول شؤون السياسة الخارجية في الكرملين بيقول بوتين هيجتمع مع الملك سلمان ويناقشوا الأوضاع في سوريا قبل زيارة العاهل السعودي لروسيا، وغالبا هيتم الاجتماع في القمة 20 في أنطاليا التركية اللي وصلها العاهل السعودي امبارح. بوتين هيقابل الرئيس الصيني وهيقابل إردو طبعا في أنطاليا، وهيقابل كاميرون ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. أمير الكويت، أفكركم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان قابل بوتين في سوتشي يوم الثلاث اللي فات، وبوتين كان سعيد جدا بهذه الزيارة، وبوتين هيروح إيران يوم 23 نوفمبر في زيارته الرسمية الأولى لطهران من 2007 عشان يحضر منتدى الدول المصدرة للغاز. روسيا بتأمل أنها تعزز علاقتها مع طهران. إذن في تحول في منطقة الشرق الأوسط، البوصلة تتحرك تجاه روسيا. كلام ده معناه ايه؟ كلام ده معناه ان الولايات المتحدة الامريكية سوف تندم على كيفية تعاملها مع الدول العربية، سوف تندم على ما قاله وزير الدفاع الامريكي للقادة والملوك والامراء العرب في كامب ديفيد حينما التقوا منذ عدة اشهر، حينما وبخهم هو واوباما بسبب تجميعهم للسلاح وعدم رغبتهم في القتال على الأرض ودعوة الأمريكان لذلك. هناك تحول في البوصلة، يعني لو الأمريكان ما لحقوش يبقى بالنسبة لهم عليه العوض، وبالنسبة لنا يبقى فيه توازن بيحصل على الساحة. القوات الكردية اقتحمت سنجار خلال اليوم التالي من العمليات اللي بدأت بضربات جوية من قوات التحالف ضد داعش. 7500 عنصر من البشمرجة دخلوا سنجار من 3 اتجاهات، ومجلس أمن إقليم كردستان قال البشمرجة دخلوا سنجار من كل الاتجاهات عشان يخلوا المنطقة من الإرهابيين. العملية اسمها Operation Free سنجار، تحرير سنجار. نفذت قوات التحالف فيها 250 غارة جوية خلال شهر عشان يدمروا مراكز ومقرات قيادات وتحالف داعش ومخازن الذخيرة ومصانع المتفجرات. بكرة إن شاء الله هيكون لي لقاء وحضراتكم مع وزيرة القوات الجوية الأمريكية، وهيكون ده من سؤالي. فجأة الأمريكان بقوا قادرين يطلعوا بطيارة بدون طيار ويموتوا الإرهابي جون، وفجأة بقوا قادرين يعملوا 250 طلعة جوية تفتح الطريق للأكراد عشان خاطر يهاجموا داعش، وكل ده حصل بعد ما روسيا بقت موجودة في السماء وعلى الأرض. إيه اللي حصل وغير الدنيا بهذا الشكل؟ هنروح لفاصل ونرجع مع لحضراتكم ونتكلم عن الانتخابات. قبلها هنشوف هذا التقرير تاني، هنقدم مجموعة من الشباب المصري الحلو الجميل اللي واحد منهم كان ضيفي وساعدت بيه وساعدته بيه ان هو يعني كان في وسطكم في برنامج القاهرة 360 بابتسامته العريضة. هنشوف هم بيعملوا ايه المرة دي في هذا التقرير، ونلتقي بعد الفاصل عشان نتكلم تاني عن الانتخابات البرلمانية.
الرحله دي بنعملها من 20 سنه تقريبا، بنقوم بيها كل سنه، بس السنه دي عملناها فكره جديده ان احنا نكمل للغردقه. احنا كل سنه كنا بنطلع العين السخنه، قبل الثوره كنا بنطلع لحد القاره الاولمبيه بالاسماعيليه، ولكن السنه دي احنا عملناها لحد الغردقه، اولى راحه على العين السخنه وترجع بكره وان شاء الله، واحنا مكملين لحد الغردقه عشان عندنا تحدي للاولاد ازاي يوصلوا ويحددوا كل اللي هم عايزينه ويكون عندهم اراده. الحياه المدرسيه مش بس دراسه، لكن وقت للتعايش بيننا وبين بعض، طلبه ومدرسين ومشرفين، تحدي للذات وتفوق على الحدود، وبالاخص كمان اكتشاف للبلد وطبيعتها وجغرافيتها، ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا. احساس جميل جدا ان انت تبقى سايق عجله وتحاول توصل لحاجه انت عايز تحققها، ان انت تعمل 100 كيلو بالعجله، دي حاجه يعني تحدي بينك وبين نفسك، بتطلع طاقه ايجابيه عندنا، لانه هو يعني في الوقت ده في السن ده احنا بالذات المفروض نعمل حاجات زي كده كتير وتبقى انشطه متنوعه. الناس كلها متحمسه، قعدنا استفدنا حاجات كتير، يعني احنا مثلا كلمنا شركات كتير عشان سبونسرز وتلفزيون وحاجات كتير، عملنا ميتينجز وحاجات كده، فيعني استفدنا كتير. بتنمي الروح اللي هو التحدي عند الطلاب عندنا، ان انت تعمل رحله زي دي في فتره قليله ومش عارف، اي حاجه بتبقى صعبه والتحدي برضو بالظبط، وبتخلينا نتعاون مع بعض وبتخلينا نشتغل كفريق ودفعه واحده.